فيلم بلاك اوت. تبدأ قصة الفيلم ويا شخص اسمه كاين، ونشوفه هو يدوس على جهاز معلق على الحائط، وهو شايل وياه جنطة ويحاول يهرب من نفق ضيق سري. بعدها نشوف شخص شايل سلاح بايده وهو يدور على كاين، فهذا الشخص يسمع صوت انذار من مكان الجهاز، وهنا يعرف انه اكو قنبلة بالمكان. وبعد لحظات البيت كله ينفجر. وبهاي الاثناء نشوف كاين وهو طالع من البيت، واول ما يركب سيارته ويهرب تيجي عليه سيارة بها اشخاص مسلحين ويبدون يرمون عليه لحد ما تنقلب السيارة بي. وبمشهد ثاني نشوف كاين وهو يتعارك ويا الدكتور اللي يحاول يهدئه حتى يعالجه، فينطيه ابرة مخدر. وبعدها كاين يفقد الوعي، ولما يرجع الوعي يشوف يمه بنية وتقول له اطمئن لانه انت بخير. بعدها الدكتور يقول له اتمنى ما تسوي شيء جنوني حتى ما تتعرض صحتك للخطر. والدكتور يسأله ويقول له انت تتذكر شلون اجيت هنا؟ فكاين يقول له لا. والدكتور يقول له تتذكر لما انت سويت حادث السيارة؟ فكاين يجاوبه ويقول له انا ما اتذكر اي شيء من اللي جاي تحكي. فالدكتور يقول له انا البارحة سألتك نفس الاسئلة وهسه انت تذكرها لو لا. او كاين يكرر ويقول له انا ما اتذكر شيء. وهنا نعرف انه كاين صار عنده فقدان ذاكرة ما بعد الصدمة على اثر الحادث. ولما يسألوه عن اسمه يجاوبهم ويقول لهم انا اسمي جون. فالدكتور يقول له صحيح انت اسمك جون كاين. وبهاي الاثناء نشوف بنية قاعدة يمه وتقول له انا زوجتك تذكرني؟ فيجاوبها ويقول لها انا ما متزوج. بعدها تنتقل بين الاحداث المنطقة اريزونا، ونشوف فرقة مكافحة المخدرات وهي متجهة المكان قريب على الحدود. وهنا اكو شخص يوصل للمكان ويشوف فريق مكافحة المخدرات موجود بالبيت اللي انفجر بداية الفيلم. وهذا الشخص يسألهم اذا هاي الجثة المحترقة تكون جثة كاين، فيقولوا له احنا ما نقدر نحدد الهوية بسبب الاحتراق البالغ. ولما يشوفوه النفق السري يطلب من عندهم انه يلقون كاين باسرع وقت. وبهاي الاثناء نرجع لمستشفى كلينكا، وهاي المستشفى اللي يكون بيها كاين، وهو يسأل زوجته اللي اسمها انا عن اهله وتاريخ ميلاده. وانا تقول له انت انولدت عام 1972 ببولدر كولورادو، وابوك اسمه ايرني وهو حاليا عايش في فرنسا. وتقول له انا اتصلت بي وهو راح يجي باقرب وقت. فبعدها كاين يسأل عن امه وتقول له ان امك متوفية من زمن بعيد. وبهاي الاثناء يفوت عليهم شخص، ولما يسألها عليه تقول له هذا صديقك اللي اسمه ايدي. فيقول لها انا ما اتذكر واحد بهيجي اسم. فايدي يقول له انت من حقك ما تتذكرني لانه انا قلت لي عن مشكلة ذاكرتك. ويقول له انا راح اسوي اي شيء على مود ترجع لك ذاكرتك وتتعالج. بعدها يروح ايدي على غرفة الدكتور ويقول له انا ما دفعت لك فلوس على مود تخلي حالة كاين تسوء لهاي الدرجة. فيبدا ايدي يهدده ويقول له رجع له ذاكرته باسرع وقت لانه احنا لازم نلقى الجنطة اللي كانت موجودة عنده لانه مصيرنا مرتبط بيها. وهسه نرجع لانا وهي تطلب من كاين انه يتذكر شلون صار وياه الحادث. وبعد مرور فترة بسيطة كاين يبدا يتذكر انه اكو بنية قاعدة على الشرباية، ولما يقعد من نومه يتذكر الحادث. بس هنا يتفاجئ لما يشوف الدكتور واثنين من مساعديه يريد ينطوه ابره، بس هو لزم الدكتور من ايده وضربه. وبعدها انتقل للمساعدين وضربهم. وهنا كاين يلبس ملابسه وياخذ انا ويطلع. وانا تقول له انه هروبنا راح يخليك بخطر كبير لانه هذول الناس خطيرين. فكاين يقول لها انت وياهم مو؟ بس هي ما تجاوبه. ولما يصعدون بالمصعد يقول لها عرفت انت مو زوجتي، وهي تستغرب وتتفاجئ. بعدها يصعد وياهم شخص من جماعه ايدي، وهذا الشخص يتصل بايدي ويقول له عن مكان كاين. وهذا الشخص كان يحكي باللغه المكسيكيه حتى ما يخلي كاين يفتهم شي يقول، لكن كاين كان يعرف يحكي مكسيكي وفهم كل اللي يقوله ويبدا يضرب به ويتخلص من عنده. وبهاي الاثناء يطلعون من المصعد، فكاين يشوف واحد من جماعه ايدي بوجهه وتصير معركه شرسه بيناتهم، لكن كاين بسرعه يرجع للمصعد. بس ايدي وفريقه يعطلون المصعد عليهم، او كان ياخذ تليفون الشخص اللي قتله بالمصعد وبعدها يطلع من المصعد. فهنا يجي ايدي ويشوف تليفون هذا الشخص ما موجود. وبعد مرور وقت جدا بسيط كاين يتصل عليه ويقول له انت شنو تريد من عندي؟ فايدي يقول له انت عندك شيء يخصني وانصحك ما تتلاعب وياي لان انت ما عندك فكره عن الاشخاص اللي ممكن تواجههم. بس قبل ما يكمل كلامه كاين يسد التليفون بوجهه. بعدها ايدي يرسل عصابته حتى يلزموه ويخلي مكافاه ماليه ضخمه للي يلزم كاين بالبدايه. او بعدها ينتقل ويروح لغرفه الكاميرات على مود يعرف مكانه، وعصابه ايدي تبدا تتوزع بارجاء المكان ويحصروه من كل جهه حتى يلزمون كاين. اما كاين فيربط انا ويبدا يحقق وياها عن اللي دا يصير وياه. فانا تقول له انت وايدي اصدقاء وتشتغلون سوا بكل مشروع مالي، او ايدي يعتبرك مثل اخوه. فكان يسالها عن طبيعه شغله، وانا تقول له انت وايدي تشتغلون بتجاره المخدرات. وبهاي الاثناء كاين يتذكر اشياء بسيطه عن المخدرات، وانا تقول له انا علاقتي بيك حقيقيه. وكان يقول لها انا اتذكر وحده موجوده بحياتي بس مو انت. فهي تقول له انت لازم تثق بي، بس هو يقول لها انا مستحيل اثق باي شخص بعد هاي الحاله اللي مرت بي، وانا راح ابقى احاول واتذكر لوحدي. بعدها يبدا كاين يتذكر كرت مكتوب عليه رقم. وبهاي الاثناء كاين يشوف شخص عنده سلاح
سلاح، فيروح عليه ويقتله وياخذ سلاحه، وفجأة يطلع بوجه اثنين مسلحين ويبدون يرمون عليه، بس كاين قدر يقتلهم ويتجاوزهم. ولما خلص عليهم يجون اثنين من وراه، واول ما يرمي عليهم سلاحه يخلص عتاد فيهرب من عندهم، ويروح على الاثنين اللي قتلهم وياخذ السلاح منهم، وبعدها يرجع على المسلحين ويقتلهم. وهنا يبدا كاين يدور على محفظة موجودة بها اشياء تخصه، ولما يلقاها يطلع الكارت الاصفر اللي مكتوب عليه احد الارقام، وبظهر الكارت مكتوب مقهى جو. فهنا يبدا كاين يتذكر بعض الشغلات البسيطة، ويكون اكو رقم مكتوب على المحفظة، ويشوف جوازات اثنين وياهن سكينة، فيقرر ياخذهن وياه. لكن فجأة يجي واحد من وراه ويضربه أوبره، وكاين يحاول يتخلص من عنده، وبعد مواجهة جدا عنيفة بين الطرفين قدر كاين يقتله، بس هو بقى يحس بدوخة قوية بسبب مفعول الأوبره. بعدها يفوت عليه شخص ثاني وتصير مواجهة بيناتهم، وكاين بقى يقاومه على الرغم انه هو تحت تأثير الأوبره، بس بآخر لحظة يقتله بجهاز الصعق الكهربائي. ولما يطلع يشوف ممرضة وهي تطلب من عنده انه يرجع لغرفته، بس كاين يرفض ويعوفها وينزل من الدرج. وأول ما يطلع من المطبخ يشوف شخص من جماعة ايدي ويدخل وياه بمعركة، لكن بالنهاية قدر يقتله بطريقة دموية. وأول ما ياخذ التليفون يطلع الدكتور ويقول له اني راح اشرح لك كل شيء. فهنانا كاين يسأل الدكتور شلون انا راح اقدر اثق بيك وانت حاولت تقتلني قبل شوية. فالدكتور يقول له اني مو راضي على اللي دي يسويه ايدي، لان هو دي يجبرنا على اشياء احنا ما نريد نسويها، واحنا اذا رفضنا هاي الاشياء فهو راح يقتل كل عوائلنا. فكاين يسأله ويقول له شنو سبب وجوده هنانا. فالدكتور يقول له انت اخذت جنطة من الجنرال مودينهو، وهذا الجنرال هو رئيس الجيش بالدولة، وكل العصابات تابعة له وتسمع اوامره، وهم طلبوا من عندي ان اضربك ابرة على مود تتذكر الجنطة حتى ياخذوها، بس انا انطيتك فيتامين بمكان هاي الابرة على مود ما يحصلون اي معلومة من عندك. فيقول له خليني انطيك هاي الابرة على مود انت تقدر تتذكر كل شيء، واني كل اللي دا اسويه هو على مودك وما عندي شيء وياك. وهالمرة بالفعل كاين يثق بي ويوافق. وبهاي الاثناء ايدي يطلب من عصابته انه يغلقون جميع المخارج ويقطعون الكهرباء عن المستشفى بالكامل. ولما كاين قرر يهرب يتفاجئ لما يشوف الابواب كلها مغلقة، فيكسر احد الابواب، وبعدها يطلع رقم من المحفظة ويتصل به، ويطلع هذا الرقم الشخص اسمه ماكوين. او ماكوين يقول له شنو اللي دا يصير لانه رقمك مغلق، ويقول له احنا حاليا قدام بيتك ولقينا جثث محترقة واحنا جايين نحللها عبالنا انت صاحب الجثة. فكاين يسأله ويقول له انتو منو. او ماكوين يقول له احنا جهاز مكافحة المخدرات. او بهاي الاثناء ضباط مكافحة المخدرات يبدون يحددون موقع كاين، لكن هما ما يقدرون لانه الاتصال انقطع. او بهاي الاثناء كاين يشوف باب سر بالغرفة اللي هو بيها، ولما يفوت يشوف بنات وهن يصنعن المخدرات والاسلحة، وكاين يتعجب وينصدم ويرجع بسرعة على انا من خلال اسلاك المصعد. ولما يوصلها يسألها ويقول لها شنو سبب وجود معمل مكسيكي للمخدرات بداخل المستشفى. فانا تقول له هم سووا هذا المعمل لان هم يحتاجون مصاريف هواية بالمستشفى. فكان يطلب من عندها انه تحكي القصة الحقيقية بالكامل، وبالفعل انا توافق، وتقول له انت اذيت هواية ناس وهسه هم يريدون يقتلوك، وتقول له انت وايدي كنتوا تشتغلون يم الجنرال موندينهو، او انتوا كان لازم تنطون الجنطة للجنرال بس انت اختفيت واخذت الجنطة وياك. لكن هو دي يحاول يتذكر يفوتون عليه اشخاص اثنين وتصير بيناتهم معركة قوية، وتيجي انا وتساعد كاين، وبالفعل يقدرون يقتلوهم. لكن هنا عصابة ايدي يسمعون الصوت فيقررون يروحون على مصدر الصوت حتى يقتلون كاين، بس كاين يشمر قنينة غاز على الدرج وبعدها يفجرها حتى تصير لهم فرصة يهربون. وهنا يفوتون بغرفة ونعرف انه اكو قزازة داخلة بجسم كاين، او يبدأ كاين يطلع بهاي القزازة. وبهاي الاثناء انا تبدأ تدور على شخص حتى يساعدهم، بس فجأة قائد مكافحة المخدرات يتصل بكاين، وكاين يقول له اكتب هذا العنوان، او ينطيه عنوان مقهى جو بمدينة توسان اريزونا. فقائد مكافحة المخدرات يفاجأ ويقول له انت ضابط بجهاز مكافحة المخدرات، او انت صار لك 5 سنوات عميل متخفي لانه انت عندك مهمة وهي انه تدخل بداخل عصابات المخدرات بدون ما يعرفوك، وبعدها تقوم تنقل لنا المعلومات بشكل كامل حتى نعرف معلومات اكثر عن العصابة، ويقول له انت من افضل العملاء بوكالتنا. فكان من يسمع يطلب من عنده انه يساعده ويطلع من المكان اللي هو بيه. ولما انا ترجع وتضمد له الجرح تقول له احنا لازم نطلع باسرع وقت لانه اكو اثنين خارج الغرفة يدورون علينا. فهنا كاين بسرعة يهرب ويدخل بالسقف من خلال فتحات التهوية، ولما يشوف ايدي يبدأ يتذكر شوية، لكن السوء حظه يدق تليفونه، وايدي يعرف انه كاين موجود بالسقف ويقول له اذا ما تنزل انا راح ابدي اقتل كل الابرياء، لكن كاين ما ينزل، وايدي وعصابته يبدون يرمون على السقف حتى يقتلوه. فايدي يوقفهم ويقول لهم انا اريد عايش على مداخل الجنطة من عنده، وفجأة
كاين يوقع من السقف ويشوف واحد يوجه السلاح عليه، فكان يقول له انتو ليش تريدون تقتلوني؟ وهذا الشخص يقول له انه اكو ناس حولوا لك فلوس بمقابل الجنطة وانت اخذت الجنطة والفلوس وهربت. وبعدها كاين يبدأ يتذكر الرقم اللي كان موجود عنده، وعرف انه هذا الرقم هو رقم الحساب اللي بيه الحوالة واللي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، وهم حولوها الى مقابل انه ياخذون الجنطة. ويقول له انه الكل يدور عليك حتى يقتلك لان هم خلوا مبلغ ضخم على قتلك. وبهاي الاثناء كاين يقدر ياخذ السلاح من عنده ويقول له اتصل بايدي، وقل له كاين يريد يحكي وياك. وبالفعل هذا الشخص يتصل، وقبل ما يحكي كاين ياخذ التليفون من عنده ويقتله. وبهاي الاثناء كاين يقول له ايدي تعال للسطح حتى نحكي احنا الاثنين لوحدنا. وبالفعل ايدي وافق، وايدي اول ما يغلق الخط يطلب من مساعديه انه ينصبون كمين الكاين على السطح ويقول لهم اول ما اعطيكم اشاره اطلقوا النار عليه وقتلوه. وهسه نرجع لمكافحه المخدرات، وهم عرفوا مكان كاين بالضبط، وقائدهم ماكوين يقول للقادة اللي وياه انه هو راح يروح على مود ينقذ كاين من المستشفى، بس الكل يرفض ويقولوا له احنا لازم نقصف المستشفى ونقتل الكل ونخلص من عندهم، لكن ماكوين يرفض. فهم ينطوه مهله ويقولوا له بيدك 6 ساعات فقط، وبعد هاي الست ساعات احنا راح نقصف المستشفى. وماكوين يقول لهم اذا تقتلون كاين فلازم تقتلوني وياه، اما هسه فنرجع الكاين وهو يلتقي بايدي ويقول له انا رجعت لي الذاكره وعرفت انه انا اشتغل ويا جهاز مكافحه المخدرات. فايدي يضحك ويقول له احنا نشتغل سوا واني ما اكذب عليك، بس المشكله انت اختفيت وسرقت كل شيء بدون ما تقول لي. ويقول له انت ضميت جنطه الجنرال ولازم هسه نرجع الجنطه لانه انت خربت علاقتنا بالجنرال وبالاشخاص اللي يقدرون ينقذوك. فكان يقول له هسه انا اريد اعرف منه مجرم لو ضابط. فايدي يقول له انت شخص جيد ومو مهم تعرف انه انت ضابط او مجرم، لان الشيء الوحيد المهم بهذا العالم هو القوه. ويقول له انت لازم تقول لي بمكان الجنطه حتى ارجعها للجنرال. فهنا كان يبدا يتذكر، او اول ما يبدا يحكي لايدي على مكان الجنطه ايدي بالغلط يأشر جماعته وجماعته يفهمون على انه هو اتهم امر باطلاق النار ويبدون يرمون على كاين، بس الحسن حظ كاين قدر يهرب من عندهم. او ايدي يعصب كل شهوايه لانه ما عرف مكان الجنطه. بعدها يجي اتصال الكاين وهذا الاتصال من ماكوين ويقول له انا يعرف مكان النفق السري واعرف الرقم اللي انطيتني اياه، وهذا الرقم هو رقم حساب مصرفي خارج البلاد. ويقول له اخر حواله وصلت للحساب قبل يومين، وينطيه وعد ان هو راح ينقذه. وهنا يتذكر كاين انه ماكوين هو صديق ابوه، فكاين يقول له انا راح اسلم نفسي بس تعال انقذني وانقذ الناس الرهائن الموجودين بداخل المستشفى. وماكوين يقول له احنا حددنا الموقع وعرفنا انت وين وانت حاليا موجود بمستشفى بالمكسيك وقريبا راح نوصلك. فكاين يقول له انا راح انتظرك ويا شروق الشمس على باب المستشفى الخلفي. بعدها ماكوين يلتقي فريقه وينطيهم التعليمات بالكامل ويقول لهم احنا لازم ننقذ كاين قبل ما نقتحم المستشفى. وبهاي الاثناء كاين وايدي وجماعته يجمعون الرهائن اللي موجودين بالمستشفى، وواحد من جماعة ايدي يبدأ يدور على كاين بس انا تطلع من وراه وتقتله وتخلص عليه. بعدها ايدي يحجب مكبرات المستشفى ويقول للكاين اذا ما تطلع فانا راح ابدي اقتل الرهائن واحد واحد. اما انا فتلقى كاين وتبدأ تسأل عن ذاكرته وتقول له ذكرت شيله بعد. فكاين يقول لها انا بديت اتذكر شوية شوية. فانا تقول له انت فقدت ذاكرتك وعندك 20 مليون دولار او عندك جنطة بيها معلومات تقدر تدمر الحكومة اللي تريدها. وانا اتفاجأ لما تقول له اني اشتغل بالاستخبارات الامريكية وانت تعرف هذا الشيء بالضبط. فتقول له انطيني الجنطة واذا تريد تاخذ الفلوس فاخذها بالكامل. وهنا كاين يبدا يتذكر اللي صار وياه فاخذ من عندها السلاح واللاسلكي وقال لها اذا تريدين اثق بيك ابقي هنا ولا تتحركين من مكانك. وبهاي الاثناء نشوف ايدي وهو يريد يقتل اول رهينة، بس كاين يحكي وياه على اللاسلكي ويقول له تعال للطابق الخامس نخلص اللي بيناتنا. وايدي قبل ما يروح يقول لجماعته 10 دقائق اذا ما رجعت اقتلوا كل الرهائن. ولما يروح للطابق الخامس يشوف كاين، فكاين يطلب من عنده انه يختار شغلتين يا اما يعقدون صفقه بيناتهم او يقتل صديقه اللي جاي وياه. وهنا ايدي يضرب رصاصه على صديقه ويقتله. بعدها يبدون يتواجهون هو وايدي، وبعد طول المواجهه يخلص سلاح كاين وكاين يهرب ويبدا ايدي يتعقبه ويدور عليه، لكن نشوف كاين وهو خاتل بغرفه واول ما يوصل يسحب من عنده السلاح ويبدون يتقاتلون. وبهاي الاثناء يجي الدكتور ويروح على مساعد ايدي ويضربه بابره برقبته ويقتله. وبعد قتال جدا عنيف بين ايدي وكاين يحاول ايدي يقتل كاين، بس انا تيجي باخر لحظه وتقتل ايدي وتنقذ كاين من الموت. وبنفس الوقت كاين يتذكر البنيه اللي شافها بذكرياته وعرف انه هي نفسها انا، ويشوف الجنطه موجوده بايديها وتقول له انا لقيتها بغرفه الدكتور، وتقول له اكيد الدكتور اخذها من عندك لما جابوك للمستشفى. وبعد مرور وقت جدا بسيط يوصل ماكوين وفريقه للمستشفى وكاين يطلع ويركب بالسياره. وماكوين لما يشوفه يرحب
يحبيه ويقول له ما اعرف اذا هسه اني اقتلك او اريد احضنك. بعدها السائق يحاول ياخذ الجنطه من كاين بس كاين يرفض، فكاين يسال ماكوين عن الموجوده بداخل الجنطه واللي خلاه هيك مهم والكل يدور عليها. فماكوين يقول له الجنطه بيها اسماء ومكانات للمنظمه الماسونيه واللي متعاون وياهم وبيها كل جرائمهم وشبهات الفساد اللي موجوده عليهم. فيفاجئ ويقول له انت حاليا تستاهل تموت موته بشرف. فيرجع كاين ويقول الان عبالي اقدر اثق بيك، بس هنا انا توجه السلاح عليه وباخر لحظه تغير رايها وتقتل كل اللي بالسياره الا كاين وماكوين. فكاين يضرب ماكوين برصاصه بكتفه ويقول له انت لازم تشكرني، او بعدها يعفو يهربون وياخذون الجنطه وياهم. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي اي فيلم يعجبكم وشي اكيد راح افرح كل شهوايه باقتراحاتكم. ولهنا تكون نهايه الفيلم.